جيكس. اللغز الأخير اللي نزلته كابكوم على تويتر قريب جدا إلى قلبي، لسبب إنه اللي بده يحل اللغز لازم يكون دارس برمجة، وأنا دارس CIS Computer Information Systems يعني برمجة. أنا بس شفت الأشياء المطلوبة لحل اللغز انبهرت، يعني توارد الخواطر اللي بيني وبين كابكوم تم تأكيده. على فكرة دائما بحكي إنه في توارد خواطر بيني وبين كابكوم. أوكي، جيكس في تويتر يا جميلين على صفحة Resident Evil نزلت امبارح كابكوم هذا الهنت، وبتقول What do a lake full of skeletons, an enchanted doll and a curious merchant have in common. بقول لك شو في اشي مشترك، هلا بجي لك يا احمد كويت ثواني بس. شو في اشي مشترك بين التاجر الفضولي ودمية سحرية وبحيرة مليئة بالهياكل العظمية، ايش في اشي مشترك بيناتهم؟ بس هذا هو السؤال. بعدين حكيت انها فيزيت فيلج كونيسير تبع اليوزر تبعهم على ريدت. نشوف الفيديو. كيرس دولز معناها دمى ملعونه، امتي توم يعني قبر فاضي فارغ، سيكريت مسجز يعني رسائل سريه، كونكت ذا بيسز يعني اوصل الاجزاء المبعثره، فولو فيلج كونيسير على ريدت. اوكي، هلا اذا بتروح عند فيلج عمو كونيسير، بالنسبه للفيديو اللي شفناه نزلت كابكوم بعديها هذا البوست على ريدت. بقول لك انا I trust this one will get your blood pumping، يعني حاسس انه هذا الشيء راح يخلي دمك يضخ والادرينالين يزيد عندك. اوكي، so it seems there was a box lashed to a post under the bridge. مش احنا في الفيديو اللي فات وصلنا لكلمه سريه under the bridge او beneath the bridge، انه في شيء تحت الجسر. اوكي، بقول لك انه واضح انه في صندوق مثبت تحت الجسر هناك. And on the near side, so my assistant had no need to cross it. بقول لك انه الصندوق المثبت هذا كان على الجانب القريب، يعني ما كان في عازل لمساعدتي انها تروح للجهه الثانيه، يعني كان شيء قريب. المهم A good fortune as superstitious people in the village believe a witch lives on the other side. بقول لك هذا شيء كثير منيح، لانه بقول لك انه القرويين بيآمنوا انه على الجهة الثانية من الجسر بتعيش ساحرة. يمكن هون قصدهم على دونا بينيفينتو، الله اعلم. Still I have my page and there is another book for you to consider. What a bloody mess. بقول لك بس بغض النظر عن هذا الموضوع، لسه في عندي كتاب وشوف لنا شو قصته. اوكي، هلا بالنسبة لهذا الكتاب زي ما انتم شايفين يا اصحابي، كالعادة إشي غريب. الكتاب برضه في صفحة منه ممزوعة. أنا بكيف على الأشياء اللي بحطوها حوالين الكتاب، يعني هذه المرة حاطين طرف مفتاح، مش عارف شو هذا، كأنه صابونة ما بعرف شو هذا، أو إشي بنمحى فيه إشي I don't know. شمعة هون زي الشعار السحري هذا، النجمة الخماسية هاي. المهم، وهون في هذا الرمز الغريب. نقرأ على السريع اللي مكتوب، لأنه اللي مكتوب هالمرة يا أصحابي باختصار له علاقة بديمتريسكو، عائلة ديمتريسكو، والدليل هاي الوردة لأنه شعارهم الوردة. أوكي، بقول لك in her case it's increasingly difficult to separate myth from truth. في حالتها كتير صعب تفرق بين الحقيقة والخيال أو والخرافة. Could all the evil deeds ascribed to the foul creature have basis in reality. بقول لك معقول كل هذه الأعمال السيئة التابعة لهذا المخلوق الشرير يكون لها أساس في الحقيقة. بقول لك one would think that after a few of the countryside's young women had gone missing and their corpses later recovered. بقول لك إنه ممكن الواحد عن جد يفكر بهذا الشيء إنه له علاقة في أو له أساس في الحقيقة بعد ما تم اكتشاف بعض جثث الفتيات الريفيات على اللي اختفوا من فترة. سترينجي بيل، هذه الجثث كانت شاحبة جدا. and local villagers would have taken up arms and to the devil with consequences. بقول لك بعد ما القرويين شافوا هدول الجثث حملوا الأسلحة وراحوا خلينا نقول لقلعة ديمتريسكو وهم عارفين العواقب. اوكي، but she is said to have killed hundreds of these hapless girls. بقول لك يقال انه هي قتلت المئات من هدول البنات التعساء. A thorough search for contemporary accounts of her blood collecting practices has been fruitless. بقول لك تم عمل بحث شامل بخصوصها لكن كانت بدون فائدة هذه البحوثات. However, there was recently recovered the testimony of an escaped servant who claimed the evil woman did unspeakable experimentation on her underlings while exporting them to overcome the mortality of their flesh. بقول لك لكن مؤخرا تم الحصول على شهادة خادمة هربت من عندها، كانت تحكي انه هذه الليدي كانت تعمل تجارب يعني جدا شنيعة على البنات قبل ما تصدرهم، هيو while exporting them، قبل ما تصدرهم. هلا هذه التجارب الهدف منها انه تخفف عملية موت اللحم، يعني خلينا نقول تزيد صلاحيتهم، يعني لحمهم ما مع الزمن يعني ما يكنه يعفن او يخرب او إيش، عرفت شو قصدي؟ يعني بدكم تطلعوا عليهم كأنهم منتج وهي عم بتزيد صلاحيتهم. إشي بقرف. Yeah. Okay, a recent excavation of her tomb did not turn up any remains. هاي الجملة ركزوا فيها. A recent excavation of her tomb did not turn up any remains. Only hundreds of desiccated cloves of garlic. بقول لك عملية حفر لقبرها صار مؤخرا، ما لقينا في هذا القبر أي بقايا، فقط مئات توم، مئات شو بسموها؟ توم معفن، ديسيكيتد كارليك، يعني توم معفن. المئات، شو جمع توم؟ توم anyway، مئات من التوم المعفن في قبرها. هل هذا معناته انه ليدي ديمتريسك هذه كانت ميتة ورجعت صحيات؟ ما بعرف، هذه الجملة أنا بس قرأتها أشعر بدني، إنه عملية حفر صارت مؤخراً لقبرها، ما لقوا إشي بالقبر، بقاياها مش موجودة، بس لقوا توم معفن بالمئات. تومات؟ يمكن تومات، جمع توم، تومات، المهم. فا يا هذا خلينا نقول اللي انحكى في الكتاب، وواضح إنه تلميح لعائلة ديمتريسك. موضوع شهادة الخادمة اللي هربت هذا بذكرنا بديمو ميدن اللي كان حصري على بلاي ستيشن 5. كنا متحكمين في الميدن او الخادمه، وميدن معناها العذراء، بس ما اظن انه بيحكي، ما اظن انه قصدهم عليها هي، لانه انا بتذكر انه نهايه الديمو ديمتريسك بتلاقيها قبل ما تهرب من القلعه وبتقتلها. بهذيك اللحظه اكتشفنا مخالب ديمتريسك التشينا، متذكرين؟ مش عارف اذا قصدهم هون الخادمه الهاربه او لا. إذا قصدهم هون ميدن اللي تحكمنا فيها في ديمو بلاي ستيشن 5 أو لا. بس أول ما قرأت هاي خادمة هاربة وشهادة خادمة هاربة ومش عارف إيه، قلت معقول قصدهم على ميدن وهديك بشكل أو بآخر هربت، ولا قصدهم حدا تاني؟ الله أعلم. هلا ممكن حدا تاني، لأنه هذه اللي اسمها ميدن أو الخادمة اللي تحكمنا فيها بالديمو قرأت نوتات بيّنت إنه في حدا هرب. إذا متذكرين الديمو قرأنا نوتة بيّنت إنه في حدا هرب، وهذا اللي هرب حاول يساعدنا من خلال النوتات كيف إحنا نهرب، بس ما حالفنا الحظ وقتلتنا فتحية واكتشفنا مخالبها. يا حبيت أحكي لكم شو مكتوب في الكتاب، لأنه الأمانة الخلفية القصصية اللي بتعطينا إياه الكتاب رهيبة. أوكي، نيجي للغز، كيف بدنا نلاقي الورقة الممزوعة؟ ركزوا معي لأنه هذا الموضوع للأمانة وأنا بحل فيه وبقرأ عنه استرجعت دراستي، استرجعت البرمجة، استرجعت CIS. المهم رح أختصر لكم الموضوع. شايفين هذا الشكل؟ هذا اللي بالنص هذا يا أصحابي بشبه الباركود. اللي ما بعرف شو الباركود، أنا جبت لكم صورة هيها. هذا هو الباركود، اكيد بتعرفوا اللي بيكون على المنتجات وهيك، هذا اسمه باركود. تمام. هلا هذا يا اصحابي، وطبعا في شيء اسمه باركود سكانر اللي هو الفاحص. هذا الشيء يا اصحابي لو اخذتوه قصيتوه يعني عن طريق فوتوشوب ولا اي برنامج قصيتوه ووديتوه على موقع بفحص الباركودز زي هذا اسمه انلايت. هي نعمل اختيار ملف. انا اخذتها هيها هذه قصيتها بالفوتوشوب. لو بتعملوا هيك وقول له ريد افحص لي بالله، هذا موقع موجود اونلاين. لما يخلص فحص اذا مركزين هون بقول لك انه بالصوره الصغيره اللي رفعت لي اياها بهذا المستطيل الاحمر لقينا هذا الويب سايت او هذا الاي بي، عفوا هذا الانترنت بروتوكول، هذا الاي بي. اصحابي الجميلين لو تروحوا لهذا الاي بي رح تيجي لكم هاي الصفحه. معايا؟ Are you with me؟ رح تيجي لكم هذه الصفحه. هاي الصفحه في نصها في ملف مضغوط، حاول حمل الملف، رح تحمله عادي تمام. حاول افتح الملف، رح تلاقي فيه صوره جوا .png يعني صوره، لكن اذا بتحاول تعمل اكستراكت بقول لك بدنا كلمه سر. بدنا ايش؟ كلمه سر. طب شو كلمه السر يا كابكوم؟ اوكي نيجي للدرس الثاني من البرمجه. هلا هاي الصوره اللي محطوطه ورا اللي عامله زي الشموع او اشي، هذه مش محطوطه هيك لله فلله. في اشي في البرمجه اسمه سورس كود او الكود المصدر، اللي هو بفرجيك خلينا نقول اللغه اللي معموله فيها الصوره، لغه البرمجه اللي معموله فيها الصوره باختصار. هلا اذا حابب توصل للسورس كود او لكود المصدر لاي اشي على متصفح كروم اعمل كنترول يو. يعني هلا اذا بنعمل كنترول يو هذا هو السورس كود، بس لاحظوا السورس كود فوق معطيك رقم 92749201 وفيه عندك هون سلاش. هلا بس تشوف هذا السلاش على طول رح يخطر على بالك انه هذا اكستنشن لإشي او امتداد لإشي. هلا اذا بتاخذ هذا الاكستنشن او هذا الرقم اللي طلع لك في السورس كود، هاي شايفين هذا اللغه، هاي لغه ال HTML، هذه هي اللغه اللي مكتوبه فيها الصفحه والصوره وكل هالبلاوي. المهم اذا بتاخذ هذا الرقم وتحطه هون كاكستنشن للويب سايت 92749204 راح يعطيك ويب سايت ثاني بفيديو. للامانه هذا الفيديو بس شفته اشعر بدني، عن جد اشعر بدني لانه غريب جدا. بس ايش؟ انا بدي اوقف الموسيقى شوي لان بدي اياكم تغطسوا معاي بهذا الفيديو اصحابي. ركزوا معي. انا بدي اعمله فول سكرين، ركزوا معي. معقول هذه التشينا قبل ما تصحى هذا الجثه او هذا الشيء المحنط اللي عامل زي الموميا، شفتوا الصوره؟ رح تظهر مرة تانية. هيا هذا That's it. أنا حبيت الموسيقى جدا، حبيت موضوع الموميا، الإشي المحنط، رح أعيد لكم إياها. بس هالمرة ركزوا بالنقاط اللي بتظهر لأنه هي مربط الفرس. النقاط النقط اللي بتظهر ركزوا لي فيها بالله، زي هيك، زي هدول، شفتوا هدول النقاط؟ حاولوا يعني تدققوا شوي قديش بظهر في الفيديو. شايفين؟ بتظهر كتير النقاط هاي. موسيقى رهيبة. موسيقى بتجنن. رهيبة هاي اللي بالآخر. المهم أصحابي الجميلين، موضوع النقاط ليش ركزت فيه؟ لأنه أيضا نيجي للدرس الثالث من البرمجة. في إشي بما إنه كابكوم مصمم على موضوع التشفير، أنا أيضا بس شفت موضوع النقاط هذا على طول تذكرت شغلة. إحنا أخذنا في الجامعة بما انه بدارس برمجه اخذنا موضوع التشفير وفك التشفير، انكودينج وديكودينج وهالافلام هاي. في طريقه تشفير قديمه كتير، طريقه من ايام العصور الاغريقيه هاي، اسمها بوليبيوس سايفر. باختصار بديش اشرح كتير في البرمجه، البوليبيوس هاي بس حتى بسموها شطرنج التشفير. بوليبيوس سايفر رح اعطيكم صوره لإلها عشان اعطيكم بس فكره عنها. اوكي تعال بالله هيك. اوكي هذا هو، او هذه البلاتفورم او المنصه اللي بيستخدموها للتشفير وفك التشفير، وعشان هيك بسموها الشطرنج، يعني هي عشانها مربعات وهيك بسموها شطرنج التشفير، بوليبيوس سكوير سايفر. المهم هذه بتعتمد على يا اما بيكون عندك مجموعه احرف غريبه وبتفكها عن طريق الارقام او العكس. هلا النقاط هون بهذا الفيديو، هلا مش دائما بكون معطيك ارقام لفك التشفير، ممكن اعطيك عدد نقاط زي ما كان بالفيديو. انتوا اخذتوا فكره عن هاي الصوره. المهم زي ما كان بالفيديو كان في عدد نقاط، يعني كان في ارقام. هلا باختصار هاي النقاط وعددها بتعطيك الصف والعمود تبع الحرف، يعني هون الصف والعمود تبع الحرف. يعني مثلا لو قلنا في عندك نفرض هون مثلا، حتى شوف هون في فراغ، هون في عندك 3 نقاط و4 نقاط، يعني زي كأنه بقول لك الصف الثالث العمود الرابع، الصف الثالث العمود الرابع، فبطلع عندك هذا الصف الثالث العمود الرابع، بطلع عندك الحرف O. تمام. هلا في نقاط كتير ظهرت بالفيديو، ف بطلع لك مجموعة من الأحرف. مجموعة الأحرف هاي هي موجودة هون، هيها هذه هي مجموعة الأحرف اللي بتقدر تستنتجها من الفيديو بعد ما تعمل عملية التشفير. هلا مجموعة الأحرف هاي إذا بتاخدها وبتروح للملف المغلق وبتحطها رح تلاقيها انه هي كلمة السر، واخدنا الصورة وهي الصورة يا جيكس. يب، هاي صورة الكتاب المفقود، ورح تلاقي التوم ما شاء الله في نص الصفحة متألق، وفي كمشة جراد على كمشة صراصير على ورود على جماجم على جنحان، يعني وهي الوردة الفظيعة اللي حواليها أيضا وردة وحشرات، يعني بنات ديمتريسك وديمتريسك. المهم يعني واضح إنه هون التلميح كله لعائلة ديمتريسك. شايفين الكود المقلوب هذا؟ هذا بنفس الطريقة اللي انفك فيها تشفير الأحرف هاي بالفيديوهات اللي قبل. لما ينفك تشفير الصورة هاي، أو عفوا الجملة هاي، رح تطلع الكلمة المقصودة، ألا وهي أبتوار سيلر، يعني قبو المجزرة. يعني اللغز الأول أعطانا ميلستون طاحونة الهواء، ولما لعبنا الديمو لقينا أنه عن جد في مكان اسمه طاحونة الهواء في القرية. لما راحت مساعدة التاجر لطاحونة الهواء لقت الورقة المفقودة. الكلمة الثانية اللي كانت لغز بينيث ذا بريدج، تحت الجسر، وفي جسر في القرية. والكلمة الثالثة اللي هي قبو المجزرة، أباتوار سيلر. هلا قبو المجزرة هذا أعتقد إنه إحنا كلنا رحناه، أو اللي لعبوا الديمو راحوا له. متذكرين في القلعة لما نزلنا تحت وفتنا على هذا السجن اللي كان كله عمليات، قصدي طاولات للعمليات ودم وناس معلقة ومش عارف إيش، فإحنا قبو المجزرة وصلنا له في ديمو القلعة. بس عندي إحساس إنه في اللعبة الكاملة رح يكون في إشي هناك سري. هلا في عنا أختنا وصديقتنا بيان، علقت على هذا الموضوع شغلة، وأعتقد إنه هو الأقرب إلى الحقيقة، إنه هذه الأماكن بتقول لي حسان ممكن يكون هناك في كولكتبلز، يعني ركز في هذيك الأماكن إنه يكون في كولكتبلز في اللعبة يعني، وهذا احتمالها كتير كبير، أو ممكن يكون في أشياء تانية، الله أعلم. فيا شو رايكم باللغز؟ حاولت على قد ما بقدر اكون يعني واضح بالشرح والفهم، لانه للامانه كل ما كنت اغطس اكثر في اللغز وافهم اتفاجئ انه يا عمي اخذناه بالجامعه هذا، شو تشفير وبوليبيوس سكوير سايفر وسورس كود وانا وات كله له علاقه في البرمجه. بس انا انبسطت صراحه لانه هذا إشي كتير قريب على قلبي، وبرجع بحكي انه عن جد في توارد خواطر بيني وبين كابكوم بشكل او باخر. يمكن من حبي الكبير لهذه الشركه ولريزدنت ايفل بشكل خاص عم بتصير اشياء على مدار السنين اللي فاتت عن جد بتحسسني انه في توارد خواطر. وانا ما بنسى ايام ريزدنت ايفل 3 ريميك لما قلت نفسي نيميسيس يعني من ضمن الشغلات اللي يخوفنا فيها انه يطلع لجل من تحت الارض وطلع لما نقاتله في المره الاولى كنا والثانيه، مش هي بتكون جل في على الخشبات بتمشي وهو بنطلها من تحت او بقفز من تحت. هذا المشهد بس شفته يعني قلبي هيك اشعر وانبسطت. المهم فيا انا بعرف انه يمكن الاغلب مش يعني مش فاهم، يعني مش كثير بيستوعب علي شو حكيت، بس انا بدي اياكم تعيشوا الجو بس مش اكثر، وبدي اياكم تاخذوا ملخص بالاخر انه في طاحونه هوا وفي اشي في تحت الجسر وفي قبو المجزره، هدول الثلاث اماكن مهمين في اللعبه بس هيك. وبتمنى الشرح اللي حكيته بالنسبه للكتاب او الكتب هيك اعطاكم نوعا ما فكره عن العوائل، عرفتوا كيف؟ يا ذاتس ات. شو رايكم باللغز؟ احكوا لي شو فهمتوا وشو ما فهمتوا علي. يا والله عامل زي الامتحانات وبدرس قاعد وحالتي عالي. This is weird. قديش الساعه؟ 1 يلا ممتاز. انا اعطيت الموضوع نص ساعه تقريبا.